المفروض هنتكلم عن استقبال الرئيس امبارح لأسرة أحد شهداء قواتنا المسلحة، أسرة الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين ملك. الشهيد أحمد سبقوا إلى الشهادة شقيقه رائد شرطة إسلام صلاح، أسرة بتقدم 2 من أبنائها فداء للوطن، دم طاهر بيطهر الأرض المصرية، وأسرة بتدفع ثمن حماية البلد. ومع ذلك الأسرة بتوجه رسالة لكل المصريين، بلدكم هتفضل قوية ولن تسقط أبدا. طبعا استقبال الرئيس للأسرة المصرية دي كانت رسالة تانية بأن الدولة المصرية مش بتنسى أبدا شهداء الواجب، الدولة المصرية بتقف جيدا مع أسر الشهداء، اللي بيقدم أولاده فداء البلد بيستحق أنه هو يكرم من أعلى سلطة في البلد. طبعا يعني الابن أو الضنة لا بيعوضوا شيء أبدا، لكن إظهار الدولة ممثلة في الرئيس تقديرها لهذا الفداء ده أمر واجب جدا جدا، وده أقل تقدير للي ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وده اللي تحديدا بيحرص عليه رئيس عبد الفتاح السيسي مع أغلب أسر الشهداء. لازم يتم اللقاء معاهم ولازم يتم تكريمهم، نوع من أنواع الدعم المعنوي والمساندة، وحق الدولة عليهم إن هم يتم تكريمهم وتقديرهم من أكبر مؤسسة في الدولة. دايما دي لقطات من اللقاء امبارح حبينا برضو نوريها لحضراتكم، وده مع أولاد الشهيد، مع والده ووالدته، مع أسرة الشهيد. فكرة أن الدولة نفسها تحتضن دول وتقابلهم وتتعامل وتتفاعل معاهم، والرئيس بشكل شخصي يحتضن أسر الشهداء، دي رسالة مهمة جدا. مش هنقول ان هي هتنسيهم اللي حصل، لكن هتخفف نسبيا الألم وتدي نوع من أنواع المشاعر الإنسانية الحقيقية. يعني تقول لكل أسرة شهيد موجودة في مصر، انت وسط الدولة، انت محتضن من الدولة، انت الدولة مش هتنساك، الدولة مش هتنسى أسرتك، انت ضحيت بحياتك عشان الدولة دي تستقر وتعيش وبتجابه الإرهاب، ولكن أسرتك الدولة بتعتني بيها. لأن الجزء من اللي بتلعب عليه التنظيمات الإرهابية تحديدا إن هي تحاول تعمل شقوق في الصفوف بين الدولة المصرية، بين أسر تحديدا أسر الشهداء، وبين الدولة وما بين الوطن. والدولة على قد ما تقدر بتحاول إن هي تثبت إن ده ما بيحصلش، وتلملم جراح هؤلاء الأشخاص وأسر هؤلاء الشهداء. طبعا بنتمنى لهم الرحمة، ونتمنى الصبر لأسرهم، وخطوات الدولة دي اللي بتاخدها دي أكيد لها كل التقدير من قبل أسر الشهداء. وبنقول لكل أسر الشهداء، يعني كل نقطة دم سالت من أبنائكم بتساوي حياة ناس كتير موجودين عايشين فينا، فأنتوا تمن دم أولادكم غالي جدا جدا علينا، مش بس على قيادة الدولة، لا على المصريين كلهم. كلنا لمسين المجهود اللي بتقوموا بيه، كلنا لمسين التضحيات اللي بتقوموا بيها، فمهما قلنا من كلمات شكر وتقدير والدولة أثنت على مجهوداتكم وعلى تضحياتكم لن نوفيكم حقكم. فحبينا برضو النهاردة نشير مع حضراتكم لهذا اللقاء اللي هام جدا جدا للدولة ولأسر كمان الشهداء.